مرحبا بكم زيدون وبيكا. عايش خويا كريم. من زياد معناها بوليفالون راهو ينجم يكون مع الكرونيكوريت، اما هو كي عيطنا له قلنا له زياد باش تشوفوا معناها زياد المكي كيفاش، قلنا له باش تجي مع المناشدين، قال انا عمري ما نبيع اصحابي باش نجي مع ما فماش منها، ما فماش منها الحكايه. مرحبا بك زيدون، يعطيك الصحة على البرنامج نتاعو، دز تخت وتصفيق عليه. شيخة ومتعة زياد نتفرج مع العائلة فك في اللي جبته فاست الواحد الأول وكل ليدو كيفاش. لا والله برنامج حلو إن شاء الله عجب العباد، وأنا فرحان برشا وفرحان برشا اللي أنا معك كريم. عايش كان بيدي يشرفني زيدون من أحسن كلونيكاريت اللي عندنا، وتوا من أحسن المناشدين الشباب في المستقبل. فهمي ولي كيف جماعة مزيان إن شاء الله. قدامك مستقبل، قدامك مستقبل كبير، تستحق اي حاجه، تستحق حاجه في التنشيط زيدون، هاني بحذاك ان شاء الله. خيان والله اقسم بالله عندي حتى مزيد ان شاء الله في وقت. اما اسمع يا كريم للتاريخ، نذكر لي انا كنت منشط وانت كرونيكور مرتين في الامور الجديه واللي من بعد، هذا للتاريخ. اي معوض معوض والله احنا فدك معوض زياد معوض. لا ما والله لا توحشت برشا امور جديه والجو اللي كان، وفي اللي بعده كي الجعفور تعبت الجعفور والجو اللي كان والله محليها لما هنا احسن تجربة هنا تلمينا محليها لما بيكا من توا خايفة انا خايفة نحب نربح. لا بتربح بكل تأكيد نربح ناخذها من ربي تربح بيكا يعطيك الصحة يعطيك الصحة بربي لحظة بربي سامح السادة المشاهدين تبعوا بيكا في الانستغرام راهو قديش تعطي انرجي نتاع حنان وبسمة بربي سادة مشاهدين لازم يتابعوا بيك على الانستغرام والله بربي قولوا جعفر القاسمي اوفيسيال اوفيسيال تبعوها غادي يجوني والله حتى جعفر تبع فيه يعطي يعني حنان يا بيت حاجه مره خير بيكا قلت لي مالها الحنان والله بالحق بيك بيكا بيكا في انستغرامك بيكا انت بيكيت 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 جعفر القاسمي اوفيسيال جيتي بابا نويل عندك في الريفيون نمشيو توا وقبل الساعه نستقبلكم قبيله من غير ما قلت لك جعفور على البرنامج نتاعك يعطيك الصحه وتصفيق على كاش ولا سبلاش وصفي قلبك ومنول يعطيك الصحه اللي تعمل فيه في جودي تو خلينا نشوفوا توا السؤال الثاني قديش فيه من اقتراح يدك وراك يا زياد السؤال الثاني في ست اقتراحات ركز يا فيكا راكم خاسرين زياد توا ما عندهمش الحق يعاونوك السؤال الثاني يقول سمي حاجه تخلي لحمك يقشعر اي ما انا شكون تقبل لحمك يقشعر اجابه اجابه ما تنجمش تخمم عندك شو فرحه لحمك شوك من الفرحه اي لحمك يشوك اي جواري مركبوت ولحمك صحيح الفرحه اي اي قال الفرحه من غير ما تقولوا قال لحمك يشوك من الفرحه نشوفوا الفرحه موجوده ولا وحدها لازم فيك الفرحه لحظه راه ايش موجوده ايش موجوده فيك فيك زياد اقعد غادي هذه من الزمان قولوا لي شنو فيك باش العائلات ما يقولكش كي تجي واحده صعبه خاطر هما سهلوا لهم فيك حاجه تشوك لك لحظه الخوف الرعب الخوف الرعب سهله صحيح تنجم راه وحدك من غير ما تخاف الخوف الرعب من الخوف ماهيش خالص الخوف والرعب ممشوطه نكملوا معاك فيك زياد سامحني لا سامحني راح حبيت نعاون بالفرحة نكمل معاك شكون مع بعض بيك امون اي ما هو هكا بالترتيب انا جايك يا مروه حاجه تشوك الحم يعني البرد 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 في المرتبة الثانية البرد لوجيك وسهلة على الاخر هدوت حاجة تشوك لك لحمك ابر حاجة تشوك لك لحمك كيف واحد يذبح حاجه ولا كل العنف 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 كيرا حاجه عنيفه, عنيفة قدامه ولا حاجه العنف موجوده ولا العنف ماهيش موجوده مره الدحنيس الدحنيس الحب الحب ولا الدحنيس فرق كبير الزوز كيف كيف خاطر الدحنيس ينجم يكون من غير حب فما الدحنيس كاغيس كاغيس برنامج عائلي اما الكاغيس تصير ينجم يهدي الدحنيس اي ينجم هكا من غير ما تشعر الدحنيس الحب والاحاسيس الحب والاحاسيس صحيح الحب موجود برافو مروه حمزه
انت كل جمعة لحمك مشوك من اللي ترفيه قضايا حمزة حسب رأيك أكثر حاجة تشوك لحمك ما نعرفش كيفاش قولوها الكلمة كلي كي تبدا حاجة تتقزقز على تقزقيز حاجة ما تحملهاش أكلي على صبورة ولا على صوت مش ما تحملوش صوت ما تحملوش صوت ما تحملوش صوت ما تحملوش برافو إجابة ذكية برشا جعفور نرجع لك الجعفور فيش بابا ما تخليش الشمع حاجة تشوك لك لحمك ما تمشيش تخسرهم خوف خوف لا لا تو ما تشاوروش تو لا الخوف بعد التشاور بعد نعرف حاجة لحظة عندك الخوف قلناه البرد قلناه الصوت ما تحملوه الغناء اي صوتي يفكر الصوت جميل الغناء 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 شوفوا الغناء تسمع صوت مزيان مش موجودة الغناء حضر رواحكم كرونيكوريت بيكا مش موجودة صوت حنين بيكا على باش نعاود لكم الكل تو بيكا بيكا وقت عندك وقت باش تطلع البعد تأثر 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 حزن التأثر هي قالت التأثر التأثر من باش كيفاش تتأثر من الأم عبد قريب لك تحبه تو كل ما توحش العباد بالام وعبد قريب لك تشوفوا التاثر بالام وعبد خسر الاورديناتور يفهم هذا اما انا ما نفهمني اورديناتور اما خسر لبدنا خذني الحساس ما نمشيو مع الكرونيكرات في بورت تعطيني اجابه اجابه تفهم ولا اجابه واحده فهمنا انا وفريقي العزيز الحاجه اللي تقشعر لبدن هي القران الكريم القرآن القرآن الكريم نتصور إجابة إن شاء الله لمئات تونسي نسألناهم قالوا القرآن الكريم نشوفوا موجودة ولا القرآن الكريم موجودة برافو وثماني نقطة تمشي للكرونيكوريت ثماني نقطة تمشي للكرونيكوريت سامحني انا عندي اقتراح الى اداره القناه يعيشكم اذا بكم كان تبدلوا ليزانيماتور نشدوا نحن بلايصهم والكرونيكوريت ننظروا فيه انا متخيل في زياد المكي ينشط في الحقائق الاربع برا عندك الطموح به والله خبز الطموح به قالت لك مره ما تجاوب والله بعد اصفر لي عندك غادي ما نجمش نجاوبك سامحني لا مانش عزيزتي بانتو ان شاء الله توحشناكم يا خبزتنا عندكم اصفر ما زلتوا تتكلموا ما زلتوا تحكيوا في بلدكم اعمل هكا نورمال مو راكم اللوطه هكا والله تتخبطوا والله والله اسمع وفما اكبر رمز للصفر هاو راسه مدور هاو الرسم جعفر خسرتكم مرتين صراحه خويا ونحب خسرتكم مرتين مره الشماع ومره تطلع على خالتها ربي يا مان خلينا نتكلموا معاهم كلمه ما قلنا معاهم شيء خليه يدافع على روحه زيت الكل خليه يحكيه ليه عاد تو بديت ننغر بالحق راه لحظه راهو خلينا نفسروا للراي العام ليه راه خلينا نفسروا للراي العام عنده صفر ويحب حبيبي خلينا نفسروا للراي العام بالله خليه يفسر للراي العام بطلب من إدارة القناة قالوا لنا إجاو سبقوهم في زوز أسئلة الأولى فهمتني ولا لا عليه علاش غلطوا في الرأي العام إدارة القناة قالت زوز أسئلة الأولى سبقوهم فهمتني سبقناهم توا ها هو المشاهدين توا باش يدوخوا لو كان في الأسئلة الجايين هزوا معانا نقطة نقطة قوية أخرى
واحده انا نعطي واحده هاو وين الكاميرا هاي لا لا بربي لا لا لو كان هزيتوا معنا نقطه تو خاطر سبقناكم جولتين لو كان هزيتوا معنا نقطه وقتها احنا على مراد الله والروح لا انت خسرت لحظة برك انت قلت الروح بعد جيت لنا قلت الروح وهما قالوا لك مره مانيش مروحين احكي على روح الروح بعد كان ما كنتش كان باش يرسم معاكم النقاط كلهم باش يقولوا لك ديجاج يقولوا لك يا ريت اوكي اوكي تفضل واضح جاك تفضل ورينا كلمتك ورينا امين معاف الكلام هذا انت انا موافق انا قلنا نشوفوا برنامج اخر كان هذوما الاجابات نتاع تونس قعدت اجابه بركه حاجه تشوك الحم التونسي خلينا نشوفوا زعما شنو هذه الحاجه اللي تشوك الحم في المرتبه الثالثه مقرونه زريقه حادث موت لطف حادث موت اكسيدون عبد قدامه لحم يشوك وربي يحمي الناس الكل هذوما اجابات التوانسه وصفقوا لي عليهم يا دوزيكيب